أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: تراجع دعم السكر والدقيق وغاز البوتان. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. سجلت نفقات صندوق المقاصة في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 55.2%، ووفق النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة للربع الأول من العام الجاري، فإن نفقات المقاصة بلغت 4.5 مليار درهم مقابل 10 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وساهم انخفاض الدعم المخصص للدقيق والسكر وغاز البوتان في الربع الأول من العام الجاري في تحسين وضعية الميزانية التي سجلت فائضا في حدود 6.2 مليار درهم بعد عجز في حدود 1.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وخصص قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر ب 25.58 مليار درهم لتغطية تكلفة صندوق المقاصة من أجل دعم أسعار غاز البوتان ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.